سبب التواجد ديالنا واد الزناب ان هاد الناس واقفين الوقف احتجاجي على قبل الرئيس شي فحالو، هذا هو المطلب ديالنا اللي حنا كاين. هاد السيد الفرقه طاحت الدوزيام ديفيزيون وباقي ما بغاش يطلقها، واش بغى يطيح الهوات؟ زعما هادشي اللي كيديروه راه ما كيصوعبوش العقل، وحنا ما بغينا، حنا درت الغير على الجديده كجديديين، ما بغيناش فرقه تولي في الهوات بحال مراكش ما تطلع على عاد 50 سنين عاد تطلع. لهذا حنا كنطالبوا باش مقترين شي فحال، راه ماشي 8 سنوات، راه كل هاد السنوات اللي دار ما كان ديما كنكون مهددين بالسقوط، ولهذا كنطالبوا حنا مقترين شي فحال. وخلي الفريق ماشي في الملكيه ديالو، راه في الملكيه ديال الجمهور الجديدي. شوف شوف نقول لك واحد القضيه، المشاريع ديالو كلها غير وهميه، راه ما كاين لا مشروع لا والو، راه غير باش كيبقى كيبيع الخيال للجمهور وصافي. لاول مره كنلقاو بان التسيير ديال الفريق الدفاع الجديدي يعني كيعطي واحد النتيجه اللي خطيره، وهي خطيره جدا، وهي النزول المباشر للقسم الوطني الثاني. هذا المكتب المسير غادي يتسجل في التاريخ لانه كان اكفس مكتب مسير في التاريخ ديال فريق الدفاع الحسن الجديدي، وحنا يعني كنحسب واحد العار بالنسبه لنا كجماهير جديديه، ان الفريق ديالنا اللي كنحبوا وكندخلوا ليه الملعب بالتيكيت وكنخلصوا باش كندخلوا كندافعوا الفريق في الاخر كنلقاو في القسم الوطني الثاني. انا داز الزمن هنا بانوا لي هاد الوليدات، هاد الجمعيه ديال الجمهور دايرين واحد الوقفه. سولت شنو هو المشكل، قال لك راه دايرين وقفه على قبل المكتب اللي فشل طيح الفرقه خصو يمشي فحالو. انا مع هاد الناس هادو، انا كئيب الجديده ملي تيفشل واحد راه تيحط صورة تيمشي فحالو. فريق راه ديال الجديدين كاملين، ماشي ديال واحد ولا ديال جوج ولا ديال العائله. انا كنوجه الرساله الخوت، الرساله الاول وحدين ومن اللعابه، اللعابه اللي تخليتو على الفريق من طاح الدوزيام سيري تخليتو على الفريق. وانا نعطيكم واحد المثال، انا رياضي الرياحي، انا العام اللي ودات فيه الدوزيام سيري كان في الاوج العطاء ديالو، وجا عند الدوزيام سيري جا عنده وطلعها، كنت مع اليرتو الرياحي ولا طلع فرقه على قده. علاش؟ ولد البلاب عنده نفس حاره ديال الدكاه ديال الدفاعيين. اما نتوما ما وصلتش في الكوره بحالو، ما وصلتش في النيفو بحالو، وسامحين فيها، تابعين الفلوس تابعين المصلحه. المطلب ديالنا هو المقترح، هو الرئيس والاداره كامله، الاداره من راس السلسة كامله، المنخرطين كاملين يقدموا الاستقاله ديالهم. بغينا تجديد الهيكله من التحت من التحت، بغينا ولاد البلاد يدخلوا يلعبوا، بغينا ولاد كي بوفري كي اللي عنده يدخل يلعب، ماشي بوفري كتعطيوه ثمن درس غير كتعطيوه ثمن 4000 درهم باش يلعب، ومسكين ما عندوش باش ياكل، كتعطيوه باش خاصو يخلص باش يلعب، وباش تحيدوه هو وتجيبوا واحد الميسور ووالو، وبلا ما كيخلص فلوس باش يطلع الفرقه الاخر. حشومه عليكم خويا، راه ديما فاش كيمشيو يهضروا مع المجموعات كيقول لهم انا عنده واحد بروجي غيكون من هنا لعامين، كل مدرب عنده معاه بروجي. واحد اللقطه ولينا كنشوفوا بروجي ديما لاعبين على هاد 4 سنين الاخر لاعبين على عدم السقوط، وفقد الهويه وبزاف، ولبك صاحبي تدخل تلعب. واش اللعاب هذوك اللي كيلعبوا في الاسبوار ما سميش كل شيء مهم، اغلبهم كيدخلوا، وهذاك التسعود اللي لعبنا به الدرعي، واش هذاك التسعود؟ واش هذاك اللعاب بعدا بيع لي ماشي مسعود جمعه في النص في الشطر بين الشطر الاول والثاني في هذيك الفتره مصيفطوا اعاره السعوديه، واش عندك تسعود؟ واش عندك بديل؟ واش هذا تسير عشوائي؟ شي حاجه اكثر من عشوائيه. ما يمشي بحالاته هذا الرئيس، ما خدامش لينا يا حنايا، هو غيمشي بحالاته سواء بالخاطر سواء باي طريقه غيمشي بحالاته. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.